الذي هدانا آمين الدين والإسلام واجتبانا آمين سبحانه من خالق سبحانا آمين بفضله علمنا القرآن آمين أحمده وحقه أن يحمد آمين أهر الزهر وما طاح الندى آمين ثم الصلاة كلما الحادي حدا آمين على النبي الهاشمي محمدا آمين هذا غلام قد قرأ وقد كتب آمين وقد تعلم الرسائل والخطب آمين ولا تقصر يا ابن أشرف العرب آمين اطرح على اللوح دراهم وذهب آمين علمني معلم ما قصر آمين أددني في درسه وكرر آمين إني تعلمت كتابا أكبر آمين حتى قرأت مثله كمان.